ابنة محمد قنوع تهدد باللجوء إلى القضاء بسبب ما حصل معها. تحدثت لأول مرة عن وضع والدتها وأبكت الجميع. مايا قنوع تخرج عن صمتها، انفعلت وهددت هؤلاء، وما قالته عن والدتها مؤثر. علقت مايا قنوع ابنة الفنان الراحل محمد قنوع على موضوع الوصية المنسوبة إلى والدها، وتحدثت لأول مرة عن سبب وفاته وعن سبب غياب والدتها عن الأنظار منذ وفاة والدها. ونشرت مايا على حسابها عبر إنستغرام صورة لوالدها الراحل، وأرفقتها بتعليق جاء فيه: الله ما أخذ والله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. أنعي إليكم أنا مايا قنوع وإخوتي ماسا مروان وعدنان قنوع وفاة أبي حبيبي في تاريخ 22/4/2023 إثر احتشاء في عضلة القلب بعد يومين من تركيب شبكات تحت إشراف الطبيب طلال مارتينوس. وتابعت مايا أن الأمر حصل بدون وجود أي مشاكل عائلية أو ضغط نفسي، ولكن حكم الله ومشيئته. وأضافت: نظراً لتداول الكثير من الإشاعات الكاذبة، أوضح أن مايا قنوع وأختي ماسا لدينا حسابين فقط على مواقع التواصل الاجتماعي على الإنستغرام فقط، مشيرة إلى أن أي منشور يحتوي على شائعات سيتم محاكمته إلكترونياً. يعني أنا بتمنى لمايا وماسا أنه يجيهم اللي بيستاهلون، بس بنفس الوقت أنا وأمهم منوع نحكي. وأكدت أن والدها لم يترك وصية بشكل علني، ولم تصرح هي أو شقيقتها أو حتى والدتها بأي من الكلام المتداول، مؤكدة بأن جميع الأقاويل التي انتشرت كاذبة بالمطلق. كما أشارت ابنة الفنان الراحل إلى أن سبب عدم وجود أي صورة لوالدتها على مواقع التواصل الاجتماعي يعود لعدم رغبة الأخيرة بذلك. واختتمت قنوع منشورها: وباسمي وباسم عائلتي قنوع أتقدم بالامتنان لجميع المعزين من سوريا ومن مختلف أنحاء الوطن العربي، آملين من الله أن لا يفجعكم بعزيز. وكان قد صدم الوسط الفني السوري بوفاة الممثل محمد قنوع عن عمر ناهز 49 عاماً بعد إصابته بجلطة قلبية إثر احتشاء في عضلة القلب، في حين ذكرت مصادر أن الراحل كان في صدد وضع دعامات، لكن الوقت لم يسعفه.